نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية، ولسه بنكمل كلامنا في إطار استعدادنا لعيد الأضحى. يمكن الفقرة اللي فاتت تكلمنا على بقى الأضحية وزي نشتريها ونعمل إيه، ودول اللي عندهم ملاءة مالية وقادرين إن هم يأدوا طبعا هذا الواجب. لكن في المقابل في دور مجتمع الحقيقة، وفي ناس اللي هو يعني بيبقى صعب قوي ندخل في التفاصيل دي وأعرف إزاي نضحك عليا ما تضحكش عليا، شرب مية بملح وكل التفاصيل اللي سمعناها دي، وقصة طبعا يعني في بتبقى يعني مش سهلة على كتير من الناس. في مقابل انه كل واحد برضو بيدي اللي يقدر عليه، وفي ناس كتيرة بالتأكيد محتاجة انك في يوم زي كده تدخل الفرحة والبهجة في قلوبهم وقلوب أسرهم. فده دور الحقيقة مهم لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الخيرية، وزي ما كنت بقول لكم من شوية ليها تاريخ وباع طويل في فعل الخير وفي ثقة مجتمعية تجاههم، لأنه يعني شغلهم واضح على الأرض وشايفين مردود هذا العمل. معانا النهاردة وبنتكلم على واحدة من المؤسسات المهمة الحقيقة في هذا المجال وصاحبة يعني خبرة وتاريخ طويل فيها، مؤسسة مصر خير. فبيشرفنا معانا المهندس احمد علي اسماعيل رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمصر الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك وحضرتك بصحه وسلامه يا رب، كل عام وانت طيب. اهلا وسهلا. سكوك الاضحيه طبعا ده شيء مهم وعمل طيب جدا، فيا ريت تكلمنا عن تفاصيله. مش لاول مره السنه دي طبعا، دي السنه السادسه لمصر الخير في سك الاضحيه. ايه تفاصيل ساق الأضحية؟ هو تسهيل على المتبرع بالمقام الأول. يعني شفنا في الفقرة الأولانية الخلاف الفني الصعب قوي إن متبرع بشخصه كده ينزل يختار أضحيته ويتعرض للغش، والنهاردة بنتكلم في 30-40 لتر مية في 50 جنيه، بنتكلم في 1500 جنيه تقريبا. ده كده بره الميزان، يعني ما لهمش أي علاقة بالموضوع. فمصر الخير بتتولى عملية تسهيل الأضاحي للمتبرعين. لو في حد قلقان من الجزء الفني أو مش هيقدر إن هو يجيب جزار، كمان الفترة اللي احنا فيها خاصة بكورونا والموانع الكتير قوي بتاع الاحتكاك المباشر بالناس، فبتقدر مصر خير المتبرع يوكلها للذبح، يتصل ب 1640 او يوصلوا المندوب بتاع مصر خير او يزور فروع المؤسسة على مستوى الجمهورية. تاني 1640 هيبقى في حد ممكن يجي لغاية البيت يتولى معايا موضوع الذبح والتوزيع وياخد النسبة؟ امال ايه؟ 1640 هيوصلوا مندوب يحصل قيمة الصك. الصك طيب اللي هي 3500 جنيه. ماشي. مصر الخير بتجمع كل ما هو يتم دفعه للصكوك، وبعدين يتم دفع رؤوس بما يوازي عدد الصكوك المباعة. تمام. دي الدايرة اللي احنا بنشتغل عليها. الرؤوس المباعة دي بيتم ليكوا بقى الأماكن اللي أنتم واثقين فيها في شراها، ما فيش بقى الهدر اللي بيحصل ده في اللحوم؟ صحيح، احنا بنروح لمسافه شويه ابعد من كده، لان مصر خير احنا عندنا الشعار بتاعنا تنميه الانسان مهمتنا الاساسيه. طيب. فطالما كده كده هنعمل صكوك اضاحي، دايما ما بناخدش الطريق الاسهل ان احنا نشتري على طول من المزارع. محتاجين نوفر فرص عمل، محتاجين ننشئ مزارع باسم مصر خير. احنا النهارده اكبر منتج الثروه الحيوانيه في مصر كامله. موجود معانا 6 مزارع تم اسنادهم لينا من وزاره الزراعه خلال الاربع شهور خمس شهور اللي فاتوا. بدانا نطلق حمله علشان خاطر نوفر فرص عمل للشباب في النطاقات الجغرافيه اللي فيها المزارع دي. وبعدين النهارده المزارع دي بتوفر تقريبا 300 فرصه عمل، بتنتج حوالي 6000 راس، ودي اللي هيتم ذبحها في فتره الاضاحي ان شاء الله رب العالمين. من نفس المزارع اللي انتوا دخلتوا الشباب يعني اشتغلوا فيها ووفرت لهم فرص عمل، وهناخد منها الرؤوس اللي هتتذبح. علشان كده دايما بنقول ان النهارده لو قيمه الصك تقريبا 3500 جنيه للمتبرع، سواء كان بيزور فروع المؤسسه او بيتصل بالخط الساخن 1640، فهي مش مجرد صك، هي حكايه طويله عمرها تقريبا 6 شهور. مش مجرد ان حضرتك دفعت ال 3500 جنيه، ورا ال 3500 جنيه فرص عمل بالمئات على طول السنه. مش ابتديتوا استعداد لده قبلها بفتره قد ايه؟ من فبراير اللي فات بدايه الدوره بتاعت التسمين اللي هي تنتهي ان شاء الله بالذبح في فتره الاضاحي. طيب انواع اللحوم، وهل في بقى اللي هو البلدي والمستورد والكلام ده كله في فرق؟ البلديه هي مصر خير برضو تكرارا للامر ان دايما ما بناخدش الطريق السهل. احنا دايما بنتكلم على شغل بلدي، الرؤوس نفسها بلديه. علشان نوفر فرص عمل داخليه جوه الدوله، مش محتاجين ان احنا نشتري صكوك مستورده او نشتري لحوم مستورده من بره او نذبح بره مصر. وبعدين اللحوم تيجي بعد العيد بثلاث شهور تقريبا على ما الشحنه بتوصل. عايزين الناس تتبسط في فتره العيد. حتى تسليمات اللحوم للاسر المستحقه، احنا بنقول ان الانصبه اللي بيتم ذبحها او الرؤوس اللي بيتم ذبحها بتتقسم تلتين وتلت. تلتين بتوع المستحقين لازم يتم توزيعهم ايام التشريق، زي ما احنا كده بناكل الفته اول يوم العيد وبنبقى مبسوطين في بيتنا. لازم المستحق اللي موجود في بيته في اقصى نجع من قرى الصعيد او بحري او سينا يوصلوا لحمه من بعد صلاه العيد اول يوم لغايه عصر رابع يوم.
المتبرع بيتم تسليمه تلت علشان خاطر هو كمان محتاج يشوف جزء من اللحوم اللي هو ذبحها دي، سواء كان هيستهلكها بشخصه ويفرح بيها يحس طبعا ده. سواء هيستهلكها بشخصه او هيديها لحد جنبه. فبنوصل له التلت، التلت بتاع المتبرع ده 9 كيلو، اما وهو بيتصل يحجز بيختار يوم التوصيل بعد العيد باربع ايام تقريبا، فبنوصله ال 9 كيلو او يجي يزورنا في فروع المؤسسه المختلفه ويستلم نصيبه. بس ده بالنسبه له هو هياخد ده الكلام ده بعد العيد. هياخد بعد بدل من رابع يوم من العيد. رابع يوم من رابع يوم العيد. احنا دايما طبعا كل مجهودنا بيبقى رايح في الفتره الاولانيه للناس اللي تستحق طبعا والمحتاجين ده. وكمان السايكل بتاع حفظ اللحوم بتاع المتبرعين، لان احنا بنذبح وبعدين لازم تدخل نفق تجميد، جزء فني كده صعب عشان نضمن كمان اللحمه لما توصل للمتبرع توصل سليمه، لان اللحوم من اكثر السلع فسادا. فلازم يتم معاملتها فنيا بشكل شرعي وبشكل سليم. بس ممكن المتبرع يقول لك انا ما ترجعليش لحم، انا مش عايز يعني كله يبقى للخير. طبعا في ناس بتتنازل عنها، واحنا دايما عاملين سيستم لدوت شكله كده رائع وبيدينا تفاصيل اول باول، بنبقى عارفين قبل بدايه ايام الذبح كام في المية محتاجين يستلموا أنصبتهم، فبنبدأ نجهز ليهم الأنصبة بتاعتهم، واللي مش عاوز يستلم خالص بيبدأ كمان يتوزع مع التلتين الخاصين بالمستحقين. طب قولي باشمهندس، الوضع الاقتصادي والظروف اللي عاشتها البلد برضو، وما زلنا بس الحمد لله الدنيا يعني برضو، إزاي ده أثر عليكم؟ هل أثر على التبرع؟ هل لسه التبرع باب مفتوح؟ يعني احكي لي برضو في الجزئية دي. احنا السنة دي برضو عندنا موسم محك خاص بجائحة كورونا، فالنهاردة خلى ده كمان وتيرة الشراء بتاع الصكوك أسرع. احنا في العادي بنفضل نبيع صكوك لغاية عصر، لغاية يوم الوقفة، عصر يوم الوقفة. اعتقد ان احنا هنخلص مبيعاتنا للصكوك اللي اخذنا بيها ترخيص، لان احنا بيبقى لنا رقم معين في الترخيص. يعني مش مفتوحه. لا لازم ناخد ترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي برقم معين من الصكوك. الرقم ده اعتقد ممكن نخلصه قبل العيد بيومين ثلاثه، يعني ماشيين في نمو يعني الحمد لله. اهل الخير زودوا اكتر واشتروا اكتر علشان يساعدوا غيرهم. يعني اللي احنا بنعمله السنه دي ممكن نكون اسرع من السنه اللي فاتت تقريبا 40-50%. طيب مستهدفين بقى اللي هو قاعدة البيانات اللي عندكم، بتوزع على مين وفين، وهل هم نفس الناس بتوع كل سنة ولا بتغير ولا ايه؟ بنفخر دايما في المؤسسة، مؤسسة مصر الخير، ان احنا عندنا شراكة مع تقريبا اكتر من 1600 جمعية قاعدية في كل القرى والنجوع. الجمعية القاعدية دايما بيبقى مدانة بقاعدة البيانات اللي بيتم عمل تحديث ليها قبل كل حملة. تمام. فاحنا دايما بنقول يا جماعة احنا عندنا صك الأضحية، فقبلها بيبدأ الجمعيات دي تنتشر في القرى بتاعتها، ويبدأ يحدد بالنسبة للمعايير اللي احنا حاطينها، وبناء عليه يتم تسليم الجمعية عدد من الرؤوس بناء على الكثافة السكانية للقرى اللي هي تابعة ليها. فقاعدة البيانات موجودة بيتم تحديثها من حملة للتانية بالشراكه مع الجمعيات القاعديه. لكن انا بتكلم برضو انه توزيع العداله الجغرافيه، ان انا موجود فين، دايما اقول لك انا بحس ان اكتر حاجه لازم نشتغل عليها منظمات المجتمع المدني توصل للاماكن اللي هي عامه الناس ما بتعرفش توصل لها. صحيح. يعني ليكوا برضو اساليبكم، وكل ما تبعد وكل ما تشوف برضو الاسر المحتاجه الاكثر احتياجا. صحيح. طول الوقت موجود كمان زمايلي موظفين في المؤسسه مع الجمعيات، انما اللي احنا بنقدر نوعد بيه وان شاء الله بنوفيه طول الوقت ان احنا شغالين بالتوازي من اول مطروح لغايه حلايب وشلاتين تحت، مرورا طبعا بكل المحافظات، شغالين في نفس الوقت. فدايما بنقول للناس ان فلوسك محل ثقه مع المؤسسه، ودايما بنحاول نستفاد منها اقصى استفاده ممكنه. طيب نقطه بقى اخيره وما تقلش اهميه عن اللي احنا بنتكلم فيه، لان في تبرع بالفلوس وفي تبرع بالوقت وبالجهد. المتطوعين اللي معاكم الشباب يعني ليهم كل التحيه برضه والتقدير على الدور اللي بيقوموا. التبرع مش دايما مادي، التبرع دايما مادي ومعنوي، والناس اللي بتقول لنا شكرا بنعتبرها تبرع، الناس اللي تنزل تساعدنا من الشباب المتطوعين بنعتبرهم تبرع. فكل الاطياف بتشتغل معانا بنفس الحماسه. احنا كمان الجزء بتاع التبرعات طول الوقت بنحاول نطمن الناس على ان المندوب اللي رايح لك دوت رايح لك واخد كل علامات الصحه، وان هو واخد لباله تماما، طرحين له الويب سايت يقدر يشتري بشكل امن وهو قاعد في بيته من غير ما يحتك باي حد، يشتري بالفيزا من خلال الويب سايت، يقدر كمان يشتري من الموبايل ابلكيشن، ينزل التطبيق على الموبايل سواء اي نوع يعني من الموبايلات. تمام. ينزل ابلكيشن ويبدا يشتري بشكل مباشر. فبنحاول نحكم الدايره بحيث انها تطلع بالشكل السليم طبعا. ربنا يزيد ويبارك ويفضل الخير دايما بين اهل الخير، ومصر مليانه بالناس الطيبه اللي ما بتسيبش مناسبه او احتياج فعلي الا هتكون موجوده، وده التكافل والشراكه الاجتماعيه اللي احنا محتاجينها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، وكل سنه وانت طيب، وطبعا كل التحيه والتقدير لمصر الخير وكل الناس
اللي شغالة في هذا الملف. شكرا للمهندس أحمد علي إسماعيل رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. احنا كده بكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. شوفكم بكرة بإذن الله على كل خير يا رب.